Ground 2 cockpit,
We are going to start connecting the terminal. Confirm park and brake reset. Alright, aircraft is clear. You can start the engine at your discretion. Togi is disconnected. Stand by. We are unlocking the From the first button to the queue, flight attendants, nachos, or e-cigarettes is not allowed anywhere on board, including the toilet. Thank you. ستُرشدكم إلى المخارج. كلمة فتح تلك المخارج موضحة على كل مخرج منها. إذا استدعت الضرورة لإخلاء الطائرة، اتركوا جميع أمتعتكم خلفكم واتبعوا تعليمات طاقم الطائرة. سترة النجاة الخاصة بكم موجودة تحت مقاعدكم في مقصورة الإيوان ودرجة الأعمال والدرجة السياحية أو في اللوحة الجانبية من مقعدكم في مقصورة الدرجة الأولى. عندما يطلب منكم طاقم الطائرة استعمالها، اسحبوها من الغلاف وضعوها فوق رأسكم. اربطوا شريط السترة حول خصركم واسحبوه لتضيقوها. انفخوا سترة النجاة فقط عند مغادرة باب الطائرة. لنفخ السترة، اسحبوا المقبض الأحمر بقوة أو انفخوا في الصمام. سوف يضاء المصباح تلقائياً عند ملامسة الماء. تتوفر سترة النجاة الخاصة بالرفع. تحتوي بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في منطقة مقعدكم على شرح لمعلومات السلامة الهامة بما فيها العلامات التوضيحية للمخارج ووضعية الجلوس المعروفة بوضعية كريس. يرجى الاطلاع عليها قبل الإقلاع. يجب عليكم اتخاذ وضعية الجلوس كريس في حالات الطوارئ. إذا سمعتم الأمر كريس كريس، يمنع التدخين منعا باتا بما فيها السجارة الإلكترونية في جميع أنحاء الطائرة ودورات المياه المزودة بأجهزة حساسة لكشف الدخان. إن العمل بأجهزة كشف الدخان أو عدم الالتزام بهذه التعليمات يعتبر جريمة. استعدادا للإقلاع، يجب وضع أمتعتكم في الخزائن العلوية وأغراضكم الشخصية تحت المقعد أمامكم. يتوجب إغلاق الكمبيوترات المحمولة والأجهزة الإلكترونية كبيرة الحجم وتخزينها في مكان آمن أثناء الإقلاع والهبوط. يجب الآن إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية اليدوية مثل الهواتف النقالة أو اختيار وضعية الاستخدام أثناء الطيران. إذا تعرض جهازكم الإلكتروني للتلف أو ارتفعت درجة حرارته أو سقط في منطقة مقعدكم، لا تحركوا المقعد. اطلبوا المساعدة من طاقم الطائرة على الفور. يرجى التأكد بأن حزام المقعد مربوط بإحكام، وإعادة ظهر مقعدكم إلى وضعه العمودي، وإعادة وحدة التحكم اليدوية وطاولة الطعام إلى مكانهم المخصص، وإن أغطية النوافذ مفتوحة. سيقوم أفراد الطاقم بالمرور عبر المقصورة لإجراء تفقد نهائي. نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة مع الاتحاد للطيران.
next arrival. Now on our final left road, may we please ask you not to fasten your seatbelt and ensure that your seat back is upright. The safety cast show the sign and the divine emergency exit closest to your seat. Please familiarize with this now. Your nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, please leave all your belongings behind before leaving the aircraft. Thank you.
100, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, retard. Does it cross-check?